سمعنا من بعض من يدعون طلب العلم وهم مع الأسف أئمة مساجد، من يقول هذه العشر وأول الشهر كله سواء، ولا تختص هذه العشر بقيام خاص، إنما هي 11 ركعة صليناها أول الليل وآخر الليل، وصلاة ليست للصلاة المشروعة وإنما مجرد اسم صلاة ما تستغرق دقائق. هكذا عملهم، وليت هذا اقتصر عليهم، لكنهم يؤمون الناس ويحرمون الناس من صلاة التهجد مع صلاة التراويح، يحرمون الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم قدوة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم أول الليل في رمضان، وإنما يقتصر قيامه على هذه العشر، لا، يقوم رمضان، لكن في أول الشهر يقوم وينام، وأما إذا دخلت العشر فإنه يحيي ليلة، يزيد اجتهاده ويضيف اجتهادا إلى اجتهاد. أما هؤلاء يقولون لا، كله سواء، أول الشهر وآخر الشهر ما فيه إلا 11 ركعة. 11 ركعة هل تصلونها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، يقرأ في الركعتين 5 أجزاء وزيادة في الركعتين، والركوع مثل القيام، والسجود مثل الركوع؟ فكان لا ينصرف إلا عند الفجر حتى يأتيه بلال ويعلمه بحضور الصلاة. هكذا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هؤلاء فيأخذون العدد، اسم العدد، ويهملون كيفية الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. السلف الصالح كما ورد عنهم أنهم كانوا يحيون هذه الليالي ويطيلون القيام فيها، حتى إنهم يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر، حتى إنهم يخشون أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور، يستغرقون هذه العشر في القيام والتهجد. وهؤلاء يصلون 11 ركعة كما يزعمون في دقائق، ثم يغلقون المسجد وينصرفون ويحرمون الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حرمان، حرموا أنفسهم وحرموا غيرهم، وصاروا قدوة سيئة للناس، يدعون العلم والعمل بالسنة يقولون، وهم لا يعرفون السنة، إنما يتبعون الكسل ويحتجون بالسنة في غير محلها، يلجأون إلى الاحتجاج بالسنة للكسل، وهم لم يطبقوا السنة كما وردت. يجب علينا أن نتنبه لأنفسنا، وأن نستدرك الأوقات قبل فواتها، ونحاسب أنفسنا عن هفواتها، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان محسنا فليواصل الإحسان في أول الشهر وآخره، من كان مسيئا في أول الشهر فليتوب إلى الله قبل انقضاء الشهر، فإن الأعمال بالخواتيم. هكذا ينبغي للمسلم. يجب أن نترك الجدال، لأن هؤلاء شغلوا الناس بالجدل، وربما يحصل مد أيدي في بعض المساجد،
فتنوا الناس، نسأل الله أن يهديهم، فتنوا الناس وزهدوهم في الخير. يجب أن يتنبه لهذه الأمور، ويجب أن يكون الإمام على مستوى طيب من الاستقامة ومن العمل بالسنة ومن الاجتهاد، ترغيب الناس. الواجب عليهم أن يرغبوا الناس في هذه الليالي صلاة التهجد والتراويح، لا أن ينفروا الناس. أسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى معرفة الحق والعمل به والإخلاص لله عز وجل في القول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.